ألا ألا هيا 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 بنا هيا هيا ألا ألا هيا 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 بنا هيا هيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم للبيت والحرم ألا ألا هيا هيا بنا هيا ألا ألا هيا هيا بنا هيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت 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 والحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى الحلقة 49 من هذه الحلقات عن سيرة المصطفى محمد ابن عبد الله خاتم النبيين وأشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام ملء السماوات والأرض إلى يوم الدين، وعن حقيقة الإسلام قبل قيام الفرق والمذاهب. في الحلقات السابقة تحدثنا عن حجة الوداع وعن ما جاء في الخطبة، وقبل الإفاضة إلى المسجد الحرام من جديد والطواف بالكعبة المشرفة تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه وتطيب، ثم أقام بقية أيام التشريق وهي يوم العيد واليومان اللاحقان له في منى يعلم الناس دينهم. وفي اليوم 13 من ذي الحجة نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى منطقة الأبطح في مكة، وهناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم نام لفترة من الوقت، يعني أخذ سنة من النوم راحة في المحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، وكان ذلك هو طواف الوداع، كانت تلك هي آخر مرة يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة والمسجد الحرام. ودع خاتم النبيين بيت الله الحرام بالطواف والذكر والعبادة، وتلك سنة كريمة سنها للحجاج من بعده في كل عصر، لا يغادروا المدينة المقدسة يعني مكة المكرمة حتى يطوفوا طواف الوداع حول الكعبة المشرفة. وبعد ذلك تحرك موكب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة المنورة، وكان وداعه لمكة وداعا حقيقيا بكل معاني الكلمة. فالنبي الكريم الذي نزل عليه الوحي وبلغه باكتمال الرسالة وتمام النعمة كان يرى مكة المكرمة للمرة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. قائد موكب المؤمنين العائدين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة نبي مرسل وزعيم متوج، أمره نافذ في كل أنحاء الجزيرة العربية، جيشه هو الأكبر في المنطقة، وأصحابه يحبونه أكثر مما يحبون أنفسهم، وهيبته أصبحت أمرا مسلما به حتى من قبل قادة الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. فهل أثرت هذه السلطة الروحية والسياسية الفريدة على الإنسان النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جعلته يسير فيما سارت عليه الأغلبية الساحقة من الملوك والحكام والقادة العظام قبله وبعده من نزوع للتمتع بالجاه والسلطان والمال والتحكم في الرعايا والمواطنين؟ هل ظهر منه ما يمكن أن يستخدمه خصومه القدامى والمعاصرون حجة للتشكيك في نبوته أو في مقاصده؟ أم أنه
لم يتأثر أبدا بهذا النفوذ الهائل والسلطان الكبير، وبقي مضرب المثل للبشرية كلها في الخلق النبيل الكريم. الجواب الصحيح والمباشر على هذا السؤال هو أن انتصارات المسلمين على المشركين وعلى قوى الظلم والاستبداد في الجزيرة العربية لم تغير أبدا من أخلاق نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل إنه بقي طيلة حياته مثلا أعلى للخلق الكريم من كل وجوهه. تعطينا كتب الحديث والسيرة الموثوقة المعتمدة لدى المسلمين وغيرهم إضاءات كثيرة عن شخصية نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته، ولعل من المناسب الآن أن نعرض عناوينها الرئيسية بعد أن ساد الإسلام في مكة المكرمة وفيما حولها من أجزاء الجزيرة العربية، مع الإشارة إلى أن هذا العرض طبعا سيكون مختصرا موجزا لأن الوفاء بالموضوع كاملا يستحق لوحده أكثر، يستحق لوحده حلقات وكتب. كان محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم كريما يعطي بسخاء، وقد روى عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وقال أنس بن مالك ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، قال فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وأضاف أنس معلقا إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، يعني يكون دافعه في البداية دنيويا لكنه عندما يتعرف على الإسلام يصبح الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. وقال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وهو من مشاهير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وقد رأى العرب صنيعه بعد حنين وأعطيته الجزيلة لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية والحارث بن كلدة ومالك بن عوف وآخرين. كان سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الجود والكرم مع عامة الناس، ولكنه لم يكن يستخدم المال العام للإنفاق على نفسه والصرف على رغبات أهل بيته، حتى أنه كان يمر الشهر والشهران من دون أن توقد نار لطبخ طعام ساخن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة أم المؤمنين زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت مرة تحدث ابن أختها عروة قالت والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات يعني في بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة يا خالة فما كان يعيشكم، كيف كنتم تعيشون تقتاتون؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايخ يعني مواشي إبل غنم، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. كانت حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها كفاحا من أجل نشر عقيدة التوحيد، عقيدة الإيمان بالله وحده ربا وخالقا ومعبودا لا شريك له، من أجل تبليغ رسالة الإسلام للناس أجمعين،
وكان قلبه دائما متعلقا بالآخرة، فهي الحياة الحقيقية الدائمة، والتعلق بها يعطي الحياة الدنيا وزنها الحقيقي. فلا يبيع الإنسان قيم الخير والفضيلة من أجل مكسب صغير من مكاسبها الوقتية الزائلة. دخل عمر بن الخطاب يوما على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا على حصير عليه إزار ليس عليه غيره، ورأى الحصير قد أثر في جنب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ورأى قليلا من الشعير في زاوية من زوايا مسكن النبي عليه الصلاة والسلام، فبكى، بكى عمر. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب بكائه فأجاب: يا نبي الله، ما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، حاجة بسيطة جدا، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته يعني والمختار من خلقه، وهذه خزانتك. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ الآخرة هي الهدف الحقيقي للإنسان، وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مهتما بالدنيا، فهو قضى حياته كلها معلما، قضاها في تعليم الناس كيف يعمرون الدنيا بالخير بالعمل الصالح، يعمرونها من دون أن يضيعوا الآخرة، وكيف يسعدون في حياتهم الدنيا بعقيدة التوحيد وبمبادئ العدالة والحرية ومكارم الأخلاق. وهو عليه الصلاة والسلام حث الإنسان المؤمن في كل زمان ومكان على العلم والعمل الصالح إلى آخر رمق في حياته، وأوصاه أنه إذا قامت الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أخرجه الإمام البخاري، قال: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني نبتة سيزرعها، فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. إذن كيف نفهم جواب النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا عمر؟ أظن أن معنى جوابه لسيدنا عمر هو أنه عليه الصلاة والسلام يقبل أن ينشغل الحكام الآخرون المشار إليهم زعماء فارس والروم بمباهج الدنيا، ويرضى هو أن يتنازل عن مباهج الدنيا وأن يكون متواضعا متقشفا لا يبدد موارد المواطنين على القصور والمزارع وسائر المباهج الأخرى التي يطلبها الملوك والزعماء والأغنياء، بل يقدم المثال والقدوة لمن يخدم الناس من موقع القيادة، ويرضى بالشرف والمقام الرفيع الذي وعد به الله عز وجل أنبياءه والحكام العادلين المتواضعين في الآخرة. فمن بين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله في الآخرة إمام عادل. التواضع كان سمتا أصيلا في خلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وللذين يتكبرون على من يخدمونهم ويظنون أنفسهم من طينة أرفع من طينة البشر قصة تحرجهم كثيرا من سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رواها أنس بن مالك، قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا، علامة تأفف وضيق وتبرم، قط، ولا قال لي لشيء: لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وكان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم متواضعا للناس كافة. طلبت امرأة من عامة الناس أن تحدثه في أمر يهمها دون أن يسمع كلامها بقية الناس من حولها، فأجابها إلى طلبها وسمع منها قولها في مكان على الطريق العام حتى فرغت من عرض مسألتها.
وروي عن أنس بن مالك أيضا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه، ولا يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. كان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لا تطبعا، وسلوكا يوميا في حياته. جاءه رجل فارتبك من مهابته، فهون عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بأنه ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وكان عليه الصلاة والسلام يزور المرضى ويخالط الفقراء والمساكين، وكان أشد الناس بعدا عن التكبر والرياء والتفاخر. قالت زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها إنه كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، وكان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الأدب والخلق الرفيع في كل أمره، حتى في شأن تفصيلي لا ينتبه إليه كثير من الناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإن لم يشتهه سكت. بعضنا الآن يعني يأتيه الطعام جاهزا فلا يعجبه من يد أمه أو من يد زوجته أو كذا، أو من يد نادل في المطعم، فيقلب الطاولة أو يقلب الإناء كبرا وعجبا. وقالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله في معركة من المعارك يعني، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محبا للصغار عطوفا عليهم، وكان يسلم عليهم إذا مر بهم في الطريق. روى أبو هريرة وهو من مشاهير رواة الحديث النبوي رضي الله عنه، روى أن صحابيا يسمى الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل حفيده الحسن ابن علي ابن أبي طالب، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من لا يرحم لا يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وكان خاتم النبيين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يوصي بالتيسير ويأخذ بأيسر الأمور ما لم يكن إثما. قالت زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبنائي وبناتي وإخوتي وأخواتي المشاهدين كان إنسانا يفرح ويحزن مثل عامة البشر. حضر وفاة ابنه إبراهيم وحضرها أنس بن مالك، قال أنس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه، الولد يعني يحتضر يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يلطم ولم يضرب ولم يجرح رأسه، ولم يأمر المسلمين بإقامة المآتم السنوية لابنه إبراهيم. ابنه مات في عمر الملائكة صغير، لأننا ديننا دين الإسلام ليس دين المآتم ولا أحزان.
وكان نبينا صلى الله عليه وسلم مشهورا بالحياء واحترام الناس والبعد عن القول الفاحش، وكان يحث الناس على الخلق الكريم، ويعتبر الأخلاق الفاضلة وجها رئيسيا للدين الإسلامي. قال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. وقال عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأضاف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن لا ينخدعوا بالمظاهر ولا يعبأوا بها كثيرا، ويقول لهم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يوصي بمودة الجار والإحسان إليه وإكرام الضيف، ويقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي ببر الوالدين، ويعتبر من أفضل الأعمال عند الله بر الوالدين، وقال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. شوف يا أبنائي وبناتي، الصلاة لوقتها وبر الوالدين، وفي القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ربط بين الإيمان بالله وبر الوالدين. لماذا؟ لأن الله عز وجل الذي خلقنا يعرف. الناس عندهم نزعة للتعلق بالمحسوس، فلذلك يميلون إلى الشرك، والله يحذرهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا التحذير القوي المرعب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حاشاه أن يفعل ذلك، لكن تنبيه لمن دونه، ولأنه هو الذي خلقنا يعرف طبيعتنا. نحن البشر نريد أن نتعلق بشيء محسوس نراه، والله تعالى غيب. فلذلك دائما ينبهنا المولى عز وجل إلى الإيمان بالله الواحد، إلى أن نعبده وحده، وأن نستعين به وحده، وأن نتوجه إليه في الدعاء وحده، ويأمرنا ببر الوالدين. لماذا كذلك؟ ويربط البر الوالدين بالتوحيد، أو هنا في الحديث النبوي الشريف الصحيح بالصلاة، لأن النزعة موجودة عند الإنسان أنه يعني بعد أن يكبر يتهاون ويتجاهل هذا الأمر، أمر بر الوالدين. ومن هنا يذكره الدين به ليحفظ أساس التضامن الاجتماعي وأساس التماسك الاجتماعي في المجتمع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ العدوان على الناس بالسلاح، وينبذ الغش، ويقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وكان ينهى عن الظلم، ويقول عن ربه تعالى في حديث قدسي، يروي عن ربه عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث المؤمنين على أن يعين بعضهم بعضا، ويقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وكان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين يوصي أصحابه بالكرم وبذل المعروف وبالعفو والتواضع. قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن اللعن والسب والغيبة والنميمة، وينهى أيضا عن لعن الحيوانات. قيل له يوما: يا رسول الله، أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. يا أيها الذين تلعنون أو تتدينون باللعن وتسبون، اسمعوا. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أدعو على المشركين. قال: إني لم أبعث لعانا،
وإنما بعثت رحمة. وكان عليه الصلاة والسلام ينصح بالرفق ويقول لزوجته أم المؤمنين بنت الصديق: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وكان يحب الصدق ويوصي به ويكره الكذب ويحذر منه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا جزء من حديث النبوي الشريف. فيا إخوتي وأخواتي ويا أبنائي وبناتي، عليكم بالصدق وإياكم والكذب، عليكم بالصدق، عليكم بالصدق. لأنه إذا انهار الصدق في المجتمع، إذا أنت تأتي الموظف في الإدارة فيكذب عليك، ماذا بقي من تعامل؟ إذا أنت تتعامل مع إنسان ويكذب عليك، إذا أنت تتعامل مع صديقك ويكذب عليك، إذا أنت تتصل بشخص في التليفون وتقول له أنت في مكان فلان يقول يكذب عليك وكان في المكان الآخر، وأنت كنت محتاجا له مثلا لمسألة معينة هناك. عندما يسود الكذب في المجتمع ينهار المجتمع. والله تعالى يكره الكذب ويحذر منه ويحب الصدق ويأمر به. نرجع لبقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، أي لا يستمر في الكذب، لا يتمادى في الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تعذيب الناس ويحذر منه تحذيرا شديدا، ويقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وكان يحث الناس على فعل الخير وخدمة بعضهم بعضا، ويجعل لبعض ما يبدو ظاهريا على أنه أمر بسيط للغاية من أمور الخير يجعل له شأنا دينيا مهما، كمثل قوله: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحث على المودة بين الناس: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو بوجه طليق. وفي كل هذه التوجيهات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم المثل الأعلى في تطبيقها والالتزام بها. كان بشوشا ودودا، صديقا للفقراء والمساكين، وكان حادبا جدا على اليتامى والأرامل. يقول لأصحابه: إنه رفيق لكافر اليتيم في الجنة، ويحثهم على الإنفاق على الأرامل والمساكين، ويعتبر ذلك من أبواب الجهاد في سبيل الله. وكان معينا للناس على حوائجهم، يربي أمته بأحسن وسائل التربية، لا يهين ولا يجرح أحدا ولا يتكبر على أحد صلى الله عليه وسلم. ولدي مثال على هذا الخلق الجميل الكريم في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي دلائل تواضعه مع الناس وعشرته الجميلة البديعة مع البشر. لدي بعض قصة من سيرته مع أصحابه، أبدأ بها حلقتنا المقبلة بحول الله تعالى من حلقات السيرة النبوية. أما الآن فأكتفي بهذا القدر، هذه الإضاءات الموجزة عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأستدعكم الله عز وجل حتى ألقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة بحول الله. فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنا هيا هيا ألا هيا 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 بنا هيا هيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت والحرم للبيت والحرم ألا ألا هيا هيا بنا هيا ألا ألا هيا 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 نطوي المدى طيا للبيت والحرم نطوي المدى طيا نطوي المدى طيا للبيت 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 والحرم.